اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ووفق المعلومات الواردة فإن 120 مستوطنا على مجموعتين اقتحموا منذ ساعات الصباح ساحات المسجد الأقصى المبارك وقاموا بجولات استفزازية بداخله. ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا يومي الجمعة والسبت لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات الإسرائيلية المتطرفة على فترتين صباحية ومسائية.